أصدر وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف معالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة اللائحة التنفيذية لقانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة. وتنص اللائحة على أنه يراعى أن يكون تحقيق العدالة الإصلاحية للأطفال ورعايتهم وحمايتهم من سوء المعاملة هدفا أسمى والمصلحة الفضلى للطفل والمنطلق الأساسي لحمايته وصون حقوقه في جميع الإجراءات، ويراعى فيها أن تتكامل شخصيته وظروفه الاجتماعية والنفسية وألا تؤثر سلبا بأي حال من الأحوال في تنشئته أو في مستقبله. كما راعت اللائحة وجوب إخطار ولي أمر الطفل أو المسؤول عنه بكل قرار يتخذ في حقه وطريق التظلم منه أو الطعن عليه، ولا يجوز لأي من مأموري الضبط القضائي أو رجال السلطة العامة الاتصال بالطفل المتهم إلا بإذن كتابي من النيابة المخصصة، وفي جميع الأحوال تخصم مدة التدبير من مدة العقوبة، وللنيابة المتخصصة في جميع الأحوال أن تأمر بإنهاء التدابير البديلة للحبس الاحتياطي والصادرة في حق الطفل المتهم قبل إحالته وتقديمه للمحاكمة.